من أقدم لهجات العرب، من أقدم لهجات العرب، وإلى يومنا هذا يتحدثون بها كثير من القبائل العربية اللي من ضمنها جنوب السعودية. نسبة كبيرة، خلينا نقول 70% من قبائل الجنوب و 50% إلى 90% من قبائل اليمن الشقيق، اللي هي لغة الشنشنة، اللي هي كيف حالش، أخبارش، شلونش، اللي هي تحول كاف المخاطبة إلى شين خالصة، يعني سواء للمذكر أو المؤنث. يعني المؤنث تنطق بالمؤنث بالشين، والمذكر للمؤنث بالشين. فأول ناس سمعوها كانوا في مكة، كانوا يطوفون لبيك اللهم لبيش، لبيك اللهم لبيش، وكانوا يتحدثون بها قبائل قضاعة وحمير. وإلى يومنا هذا قلت لكم 70% من قبائل الجنوب، ويمكن من 95% من قبائل اليمن الشقيق يتحدثون بلغة الشنشنة، اللي هي كيف حال الشلول، أخبار، هذه اللي كانت تهزة فيها ونشوفها لهجة ضحك، تعتبر من أقدم اللهجات العربية، وإلا ما زالت إلى يومنا هذه قائمة. إن أخطأت وانقصت فأنا أنا بشر مثلكم، وروح برنامج أصفر تشرفوني في البرنامج اليوميات. ودعتكم الله.